سيف بيه. خير؟ اتفضل. أنا آسف على الزيارة المفاجأة دي، بس أنا كنت محتاج خدمة من حضرتك. اوعى تكون جاي تشوف الرخص. لا رخص ايه؟ ده كلام يا أنسة بوسي، هاجي أشوف رخص هنا برضه. تسمحي لي أقول لك يا بوسي على طول؟ أكيد طبعًا. أنا أصلي ما بحبش التكليف، أنا أقول لك يا بوسي وأنتِ قولي لي يا سيف بيه. ماشي يا سيف بيه. أنا أصلي كان عندي واحد صاحبي غلبان قوي، والله لو شفتيه هيصعب عليكي، الواد ده هيتجوز جديد، فكنت عاوز أخدمه. أؤمر. هو عاوز يطلع شهر عسل هو ومراته، فكنت عاوز أعرف اقتراحاتك، عاوزين نعمله شهر عسل كده إيه طائق، فيعني كنا عايزين نستعين بخبرتك. هو الموضة دلوقتي الكل بيعملوا شهر عسل، بيروحوا إما الفار إيست يا مالديف آيلاندز يا تايلاند. إيه ده؟ إيه الحاجة؟ دي بلاد حوالينا؟ آه لا ما تهيألي، ده هو مش هيعرف ينطقهم كمان. لا اصل انا صاحبي ده على قده ومحوش قرشين عايز يطلع يفرتكم في شهر العسل. ليه بقى؟ عشان يفضل كسر عين مراته سنتين ثلاثه، اي خناق يقول لها ما انا صرفت عليكي ووديتك وتنيلت والكلام ده. على قده دي كلمه مطاطه، على قده لدرجه ايه يعني؟ يعني كنا عاوزين شهر عسل ملموم كده. شهر عسل ملموم. طيب ممكن ياخدوا كروز في اوروبا، ودي تعمل لها حوالي 7-8000 دولار للفرد الواحد. 7-8000 دولار؟ هو ده اللي ملموم؟ عايزين حاجه اقل شويه. اوديهم فين يعني؟ يروح شرم الشيخ والغردقة؟ طب رحلة زي دي ممكن تتكلف قد ايه؟ هيقعد قد ايه؟ اسبوع. بالاوتيل والطيران؟ اكيد. فول بورد؟ طبعا، اكيد مش هيخليها تطبخ في شهر العسل يعني. يعني دي تخش لها بحوالي 20. 20 ايه؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه؟ يا بوسي انت كده بتدمري حياة زوجية من قبل ما تبدأ، يعني عايزين حاجة أقل شوية، خليكي حنينة. حنينة ايه؟ لما صاحبك ده غلبان قوي كده يتجوز ويعمل شهر عسل ليه؟ بيحبها. ما دام هو بيحبها وهي بتحبه يبقى مش ضروري شهر عسل، اي حته يعرفوها مع بعض يبقى شهر عسل. اللهم صل على النبي. يا والله العظيم ثلاثه، انا اتعلمت دلوقتي درس عمري ما اتعلمته في حياتي. لو بيحبها يبقى اي حته تبقى شهر عسل. انا مش عارف اشكرك ازاي. يا ايه ده؟ ايه ده؟ درس ايه؟ الكلام ده بيتقال من مليون سنة، هات لك أي فيلم هتلاقي من الكلام ده كتير. طب في فيلم معين ولا أي فيلم؟ بجد؟ أنا مش هنسالك الخدمة دي يا بوسي، ويا رب أعرف أردها لك. فرصة سعيدة أوي يا بوسي. أنا أسعد يا إيه؟ يا سيف. سيف بيه، كنت أحسن. طب مش عاوزة أي حاجة؟ شكرا. كله رخصه تمام وطيب، ماشي. ده هنسلف.